قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل الجرس واضغط إعجاب للفيديو لتتوصل أنت بآخر الفيديوهات ولكي تدعمني وأستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. فرجة ممتعة. لاعب تطواني جديد قريب من تعويض الكحل في الوداد. كشف محمد رضوان الغازي رئيس فريق المغرب التطواني أن فريقه دخل في مفاوضات جديدة مع سعيد الناصري رئيس الوداد الرياضي من أجل تفويت عقد اللاعب التطواني الجديد للفريق الأحمر بعد فشل صفقة أيوب الكحل إلى الفريق البيضاوي. وأوضح رئيس الماط من خلال تصريح خاص به راديو مارس عصر أمس السبت أن المفاوضات الجارية بينه وبين إدارة الوداد ستقضي خلال الساعات القليلة المقبلة على انتقال لاعب تطواني جديد للفريق الأحمر بعد أن رفض أيوب الكحل التوقيع له في عقد انضمام للوداد. وحمل محمد رضوان الغازي من خلال التصريح ذاته فشل صفقة انتقال أيوب الكحل لصفوف الوداد الرياضي للاعب ذاته مستغربا اللغط الكبير الذي رافق هذه الصفقة. وأثنى الغازي على سعيد الناصري مبرزا أن هذا الأخير كان احترافيا في إدارة الصفقة نافيا في الآن نفسه وجود مشاكل بين إدارتي الفريق التطواني والبيضاوي بخصوص فشل صفقة انتقال الكحل للفريق الأحمر. وشدد المتحدث نفسه أن سعيد الناصري عقد 4 اجتماعات مع أيوب الكحل ووكيل أعماله وتم خلالها اتفاق الطرفين على كل تفاصيل العقد، غير أن طريقة استخلاص اللاعب منحة توقيعه السنوية حال دون إتمام الصفقة وفق تعبير المتحدث نفسه. وأضاف الغازي أن صفقة الكحل أثيرت حولها ضجة غير مسبوقة وتناسلت حولها مجموعة من الأخبار الغير الصحيحة غير الدقيقة، مثلا تأخر انضمام اللاعب المذكور للوداد يعود لبعض المستحقات العالقة لفائدته في ذمة الفريق التطواني، ما يفسر ضمنيا أن محيط اللاعب من أحبط إتمام هذه الصفقة.